تفضل. انت يا اسمح لي باباك كان يخدم في الضمان هنا. شوف باباك كان يخدم وجدك خدم هنا. خدم هنا معناتها انت زيد في الفيرما. زيد في الفيرما. باباك ما عطاوش فلاح والو. وانت فلاح المهنه. المهنه الفلاح. الوالد فلاح على الارض وكاين كاين الوثيقه تاعها بان زعما بان استفد من الارض. ما عطاونيش يعني. واه باقي تهدم جندي. شكون اللي جندي معناتها؟ خالي. خالي جندي. خالي جندي. وما خالي وما ومجاهدة امك. مجاهدة وما عطاوك لا والو. ما عطاو ما استفدت حتى من حاجه يعني. من الثمانينات وتقلم اودي مش كيما قال لك من الاستيق لا لما اللي قسموا الارض وانت تطلب. لا نطلب وكان والو. ما كان والو. ب 87 قال لك كي قسموا ب 87 الى يوم. قال لك بوك الدلاتريت ما تسالش. قال لك بوك الدلاتريت من المزرعه ما تسالش. حتى انا خدمت في المزرعه وخدمت ومطلع. حتى اللي روحت الخدمه. المزرعه هذه كي يسموها المزرعه؟ كانت دومان. كان مزرعه مهاوده محمد. من بعد كي قسموها ولات مزرعه سي زغلول. تابعه البلديه؟ تابعه بلديه سيدي عبد الملك. مليح صح. تابعه بلديه سيدي عبد الملك. نقولوا دروك البناء الريفي. واه عندك تا مقرر. كاين. طاوك؟ واه اهو. وعلاه علاه ما يعطلوا فيك ويعاقبوك؟ عطلوني قالوا لي راك متزوج زواج عرفي ما يسمحلكش. ما كان حتى ماده اللي تسمح لك باش تدي يعني. ولادك انا ولادك هذو. واه ولادي. واه إيه؟ ولادي يقولوا كلش راه ذنب الشرعي. يقولوا عادي. وعادي يقول. واه ايوا وانا من ما نعرفش القوانين تبعت كيما قالوا. مين عقدت الزواج العرفي؟ اسمح لي اسمح لي. مين عقدت كلشي وجبت لهم الوثائق قالوا لي اني لوك الغاوك من كثر ما عطيني سبب الالغاء. واه الوثيقه تاع الالغاء. قال لك حنا ما رسلوها لناش من الولايه. فات كيفاش؟ واه ما رسلوها لناش. وما كلاوها بالك. صح كي والحل والحل قال لك روح لمدير السكن. روحت لمدير السكن شوف جبدوا لي لي ريجيست من 2009 حتى 2017 ما كانش كاع سمي في الريجيست مع الملغي. قالوا لي انت ماكش ملغي. قالوا لي قالوا لي عاود ولي عندهم وحقق مليح. وليت عندهم حقق. قال لك اودي حنا ما كان حتى هضره معانا حنايا. هذه الاعانه تاعك معسكر لغاوها لك ماشي حنا. ومعسكر يقول لك حنا ما لغيناش. ما لغيناش. مدير السكن وحتى دخل المدير تاع السكن باخدموا لي كاي تشارج في كي كان رئيس البلديه. من هذا المكان نشكرو سيدي مدير السكن نشكرو. يعني مادام راه واقف على المصالح تاع المواطنين والحقوق تاعهم نشكروه. من هذا المكان نشكروه. بصح هو غادي يكون لي تنسيق معاه واتصال معاه مع سيد رئيس الدارات المحمديه ورئيس البلديه. اللي احنا الارض راهي متوفره السكن تاعك راك يعني ورانا نشوفوا في الحاله اللي تاكن فيها. ياه ان شاء الله بحول الله نشعوا مع خونا السكن. ها راهو راجلي.